وهذا سائل يسأل يقول: ما هو الأفضل في شهر رمضان، كثرة تلاوة القرآن أو قلة التلاوة مع التدبر؟ وجزاكم الله خيرا وأنت جزاك الله خيرا. الأفضل في هذا تنويع العبادات والطاعات لمن استطاع ذلك، فهو معين أولا لتنوع الأجور، وثانيا حصول المقاصد في هذه العبادات المتنوعة، وثالثا إبعاد السآمة والملل عن النفس، فإن الإنسان إذا استمر في عمل واحد ربما دخل عليه شيء من الملل والمشقة، لكن إذا نوع العبادات حصل له شيء من النشاط وزيادة في الاجتهاد في الخير. فينوع العبادات في هذا الشهر بين الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة وحضور مجالس العلم، وفي قراءة القرآن وغير ذلك، وفي قراءة القرآن بين التلاوة والقراءة والحفظ وكذلك المراجعة والتدبر وأحيانا قراءة شيء من التفسير. فإن كان يجد في نفسه نشاطا لأحد هذه الأعمال الصالحة فله أن يجتهد فيه، فمثلا بعضهم يجتهد في قراءة القرآن مع ما يتيسر من تدبره أثناء القراءة ويكثر من الختمات، فهذا قد فعله كثير من السلف وهو عمل صالح، ما دام يجد في نفسه نشاطا في ذلك فهو أمر حسن. وكل إنسان أعرف بما تصلح به نفسه، والمقصود هو إعمار الوقت بالأعمال الصالحة، فإن كان يستطيع للتنويع نوع، أو كان لأحدها فعل بحسب ما يظن أنه أصلح، والله أعلم.